وين راهي انترغيت؟ وين راهي انترغيت؟ كيف راهي انترغيت؟ الله قد ويب وهذا هذا غرر غرر. ابراهيم 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 صباح الخير ابراهيم. يلا ابراهيم صباح الخير. يلا بويا الريوق عم صبح زاهد كلام بويا مصبحين بخوري ديش اسوي شبعت رقاد والله هي عنقرة في نفسي والله اني شبعت رقاد رقاد عادي رقاد خدتها ختلة ختلتم وحدة عادة انا نش نص الليل اظني البحر ما شربت سوائل عسبتي كانت ختلتن وحدة طيح ها مخبرنكم عنها انا طيحة الحمالي هاي البارحة كانت طيحة الحمالي يا ربي هاي ابوك يبقى اوادم هالمكان يبقى اوادم يبقى ناس تنقز على كراع و... هي ما جيت هالمكان سلو الوقت اللي خطف الحينها شطاحة ترطول شطاحة ترطول شطاحة ترطول اللهم لك يا صباح الخير يا دبي صباحك خير ونور وسرور يا إمارتنا الحبيبة صباحك خير صباحك خير ونور ورضا وسرور يا البلاد الفنان بلاد الفنانين والطيبين وبلاد الناس الأخيار الأكرام إيه؟ اسميك يا بالخير ما قلت عيلة اسميك يا بالخير ما قلت عيلة ما قلت عيلة يا بالخير يا الغالية يا دبي اسميك والله شيء صباح الخير يا برج خليفة صباح الخير يا عمان صباح الخير ابويا يا كل مكان في هالدار الطيبة صباح الخير يا النافورة الفنان صباح الخير يا دبي مور صباح الخير يا شو بقولكم كل شيء صباح الخير وسلام عليكم سلام عليكم صباح الخير صباح الخير وسلام عليكم كلكم يا هل هالدار الطيبة هي والله العظيم يا انها دار طيبة ادخلوها وانتم آمنون هي والله بلاد آمنة وطيبة والله ما حد يقول لك وين ساير ولا وين انت جاي امشي يا الحرة ولا عليك مضرة امشي في حال سبيلك احترم العرب الناس كلها بتحترمك والله ما حد يقول لك وين ساير ولا وين جاي مدامك انت ناس انسان زين وطيب احد من الناس يوم يشوف حد لبسه مثلا لابس عمامة عودة ولا لابس شيء غير يعني لبسه مش شاطريت من اللبس المخل بالآداب لا المخل بالآداب ما لا يختلف عليه اثنان عندنا وعندهم لكن اللبس يعني الإنسان على عاداتهم وتقاليدهم اللوادهم ودهم يظهرون في عاداتهم وتقاليدهم خارج بلادهم فتشوفه يرسي يستهزي بالآدمي ليه جدا دوك شوفوا هذا كيف شكله وشو لابس ولا هذا ما يوالمه ما يخصك دع الخلق للخلق الدار محكومة ولها قوانين ووجهات الدولة وحدة بوابات من مطارات وحدود وكل إنسان من يدخل البلاد عرف القوانين شو له وشو عليه وشو يلبس وشو ما يلبس ها كل ممنوع أنك أنت يا البنادم تتفلسف تزخ اللوادم هذا زين وهذا زين وهذا عدل وهذا مايل تصلح أنت ما تصلح عليك يوم تشوف شيء مايل تزخ أبويه حد من المسؤولين وتطري وتطري قدامه عبر تقول أنا شفت الشيء هذا وما يازي إبدار هاي أو صندوق المقترحات ما تروم تزخ فلان ولا فلانة إن كانت لابسة عدل ولا مايل فلان لابس زين ولا شين النصيحة معلوم لكن أنت حاليا قدام بشر قدام أمم لا إله إلا الله ما تقدر تزخ فلان في الشارع ولا على فكرة لادمي لي يبين صحد وبيوعظه شيء زين ولا شياته يرمس بينه وبينه إذا أنك ترمس قدام العرب وبالأخص إذا بصوت عالي عبارة كأنك أنت تضر أو تبى تفرض شخصيتك أو خقة يسمونها بال 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 بالإماراتي خقة هذا إنسان فجار خقاق يبى يثبت نفسه أو يسوي عمر النبو العريف يعني فلذلك اللي بيشوف شيء ما بعدل يرمس الجهة المسؤولة أو يرمس الناس اللي ذوي الاختصاص ما يتفلسف على العرب يزخهم قدام الناس ويفاتن عليهم يوم انت في بلادنا يوم بجي بيتك
عزر عليه البس وسو وفعل وترك. لكن جاي ابوي بلاد، كان جاي بلاد جيت شرق ولا غرب، في اي مكان لازم انك انت ما تيلس تتفلسف وتقول هذا عدل وهذا مايل. ما يا ايها الناس عليكم بانفسكم، ما يخصكم في الناس ولا اللي في اللي صار ولا اللي في واللي اللي يأ. هذا ابوي قانون وكلنا يمشي عليه، واللي يبقى يتفلسف ويثبت ابويه امره ورجولته على بيته وهالبيته وفي مكانه في الاماكن العامه تلفت النظر بطريقه محترمه، او انك تخبر الاداره، او ان كنت في فندق ولا في مدرسه ولا في شارع تخبر هل بالمول او هل بالسوق او هل بالمسيد او اللي يكون. اهم شيء انك انت ما تتفلسف. الفلسفة اللي ما لها معنى تعقق في 600 داهية. هي نعم تعال هذه ما تعرفه، وياي ابوي يعرف قوانين البلاد اللي هو جايينها. نحن مثل ما نسير الحين نسافر نعرف ان البلاد هاي ما يدخلون فيها جقارة، والبلاد المكان هذا ما يلبسون فيه شيء الفلاني، او مكان ممنوع التدخين، او مكان ممنوع تباقم، او مكان ممنوع تزاعج. نسوي اللي يبونه مثل ما نحن نحترم قوانينهم، هم يحترمون قوانيننا، نحن هم ما يزخوننا في الشارع يقولون عينك هاي احسن من هاي، يبلغون ويجينا البلاغ اللي يسوي دوس عتب يزخون ابوي من طرف ذني. واقرب طياره اللي جاي تبك الطياره رد بها، هل عين ما شافك الخلق؟ هي نعم على شيء وايد بعد هناك نحن ما شفناه. يا رب ربي هالمكان يا ابوك، هذا روحه يا ابوكم، بلاد بفران وغازات مطابخ بخاخير وستورات وكاونترات يباله 60 آدمي، ومطبخ تحضيري ومغاسل يا ربي هندوكم، وغسالة وعيان والله يباله أبوي يميع اللوادم، هذا ما يبالها أربعة ولا خمس مفلعة، يباله قوم يباله قوم يباله قوم يباله أبوي دبشة مكانها يبقى ناس ابوي سو ما رايالي، تبقى ناس ابوي تستغل كل لحظة فيه، ما بنحن يينا وبخورنا ورقدنا، تبقى ناس ابوي قربوا 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 يلسوا هنا، يحطوا الريجات وتيامعا وسولف ورمسوا اللي عندهم اجتماع ويلسوا هناك وعقدوا اجتماعهم، وقالوا ان شاء الله عقب الاجتماع بنظهر خاري يبوا لنا الدلة. ساروا خاري يبوا قهوة وربعة وعندك هدونك، قال زلوخ زل لبيه عمي يبي المدخن، المدخن نشت زلوخ يابت المدخن ويابت عاد كسرت عودها الكبير وفتن عليها العم. أنا هبقى لك تبي من العود الصنفي، العود الصنفي حطي عليه سيرة عنبرة الزرق. نشت فقير زلوخ ويابت عنبرة الزرق كسرة أكبر عن العود، وفتن عليها بعد العم فتنة ثانية، كيف تبين كسرة هالمتن؟ أنا بيوز إن العنبرة أكبر عن العود، ما مفروض إن تتحطي العنبرة تكون يعني كبر حبة القهوة، وكسرة العودة تكون يعني ثلاث رايبات أربع رايبات نص الشف، ما عليه العود ما فيه بخل، لازم العود يبالي كرم. يقير العنبرة، العنبرة مبلعبة بهايج الحكي، وشي العنبرة الزرق ما يدخنوا بها، ما يدخنوا بها من هب ودب، عنبرة الزرق يدخنوا بها الناس الفنانين، يدخنوا بها المعرس، يدخنوا بها الشيء، يدخنوا بها رد الطرش، يدخنوا بها ابوي اللي يركب الخيل واجف، هذا ابوي اللي يدخنوا بها، الكديد الريال في خير، الريال اللي رمس عن عشرة ونندبوه لانه صفت كار، هذا اللي يدخنون بعنبرة الزرق. حب الحين من حبوا دبوا قال دخنوني عنبرة الزرق، عنبرة الزرق ابوي لها هلها، ويتنشقونها في خمرة راسم. المرأة ماتوا هلها، عيزة ويا زلوخ، عيزة وياها، عيزة ويا هي زلوخ تسمع الحديث، لكن عندها ريل، ريلها يسمونه يمعان. يمعان هذا مظهر لها الشب، مظهر لها الشب، مظهر لها قرون فقيرة في رأسه، ما تقول لا إله إلا الله، أتي من بيوت العمام من عقب صلاة العشاء، عقب ما تعشي العمة وتعشوا العمات، طوات فقيرة طرف البيت، باني لهم في طرف البيت، باني لها حجيرتين، وعندها عييل يمكن خمسة وست عيالها، لكن عيالها بعد مظهرين الشب من عيونها من كثر شطانتهم، عيالها روحهم سكن سكن
يا ربي يا عيال زلوخ، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، على الله يحفظهم. ويدرسون في نفس المدرسة اللي عيال العمام يدرسون فيها، مخليهم في نفس المدرسة، ما بعازلني مدرسة تمغير، في مدرسة ما بر ما خبركم عاد عن اسمها، ما في عسى ما يقولون تسوي دعاية عن مدارس، هو مفروض ان مدرستهم والله مدارس الزين. عان الله يحفظكم اشتغل قصاب، قصاب من المواطنين اللي اول ما بدارس هو، لكنه ريال عود وخلطته البلدي يشتغل قصاب، وكل يوم كل يوم اللي ما يبون الكراعين لقط الكراعين والكروش والمعاليج وكل حد ابوي من هالدار اللي يصيرون يقصبون، ترى الاول يلسون في طرف المقصب ما طرشوا الدريول اذبح ويب ولا دقوا الشركه ييب لا، هذا ابوي الاول الناس تصير المقصب تاخذ الذبائح من المعرض معرض الهوش او ولا ساروا من عزبته اللي هو، لكن اغلب العرب ابوي ياخذ من المعرض معرض الدبش، خذوا اللي يبون وساروا ابوي المقصب اللي عدال المعرض وخذوا اللي يبون ويمعان في الشوفة شيء وايدين قصاصي، لكن يمعان كل يبي قصاب يمعان، يمعان يكبر الله أكبر بسم الله بسم الله والله أكبر، حط السكين كره الذبيحة ولا كان خروف واللي هو هي يقصب هاك القصاب الفنان القصاب الأولي، والناس مبسوطة من يمعان واللي محصله الفايدة كلها زلوخ زلوخ بتموت عليك انت، ويمعان نخرير ما يسمونها حلوم، يمعان ما يسمونها حلوم لبوقة الأول متاحي يا لها الجنة توفت من سنين، ولا ويمعان عقب بعد فنش من شغلة القصابة ودار أبويه في مدرسة خديجة، خديجة الكبرى، خديجة الكبرى في بين شارع الكترة وشارع حمدان، هي وتم مدير في المدرسة يمكن مدة طويلة يشتغل ناطور، ناطور الأول 90% من العالم كلهم نواطير مدارس، نواطير مدارس ولا نواطير باركنات مال وين الباركنات مال باسات مال المدارس هناك النواطير، وكلهم أبوي الناس مبسوطة وبخير وسهالة معاش 700 وعايشين هاي العيش اللي ماشي شراته، وهذا يرحم الثاني وهذا يعطي الثاني والحمد لله. يا عيال الحلال الامور طيبه والحاله زينه والحمد لله، شو اللي خلانا اجيب هالسالفه اللي لها اول ما لها تالي؟ يا معان يا ابوكم ميت اكثر من 30 سنه، يا الله يا رب يغفلك يا معان، ومتاحي ابوي ميته من اول ما تحولنا من الشندقه، اول ما تحولنا انا عمري 5 سنين، نعم بك اني يحيدها يا لها الجنه، بثت من سنين اي والله كيف طاعوا على بالي، الله يغفر لهم يا الله يا رب سامحني بالطاليه من صباح الله خير، لكن الله يغفر لهم ان شاء الله ترحمون عليهم كلهم، ابوي ماتوا من 30 40 سنه كلهم ميتين، لا حول ما ادري كيف اتذكرهم. يلا برايكم. ها 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 صباح الخير. صباح النور. وليش هذه النظاره حيب هي هل من عند العرب هاي لك؟ قرب الشالات والله الله رقم واحد، رقم واحد صح؟ اي والله انا ما غدت هالنمونه علي، انا كنت وجهك طولي طولي، هي هي هاي تبى وجه احد وجه دائري تركب علي، هي هي وين نباها زين الثاني وين هي؟ نفس الشيء نفس اللون نفس الشيء، الله يسلمك. شو اصبحت؟ انا رقم واحد، اللهم لك الحمد والشكر. بعد انت صباح الخير اهلي، جود مورنينج. ها شو قاعد ابو خليل وياك البارحه؟ والله 200 200 ما شيء ما ناخذ شوي دق سلف بعدين حتى انت ادري زين. انا ما كنت تعبان ابراهيم في ذمك ثاني كان ناخر؟ اي والله والله احنا الصبح قبل زين مجيك كان وايد ولا لا خفيف خفيف؟ ماتي قالوا خلك يا خالد ان ما خلاني يرقد من النخيل، الشبريه بكبرها ترتي استاره اللي الجامات يرتين الوعياء خلاني ارقد اي يرمس اي الحين انا برقد اشوفه هو يكلمني ويرقد يغمض يكلمني ويرقد يبي ينتهز الفرصه يتحرى عمره ما بيشوفك مره ثانيه لا بيشوفني ان شاء الله دام الله عطنا عمر اللهم لك الحمد والشكر والصحه بيشوفني لا صحه بس صحه ما شاء الله وافيه تبارك الرحمن رقم واحد الصحة ما عليك انت عقلنا ظهر ابراهيم بيشوف ليش بيشوفون عويناتك العرب
شو صجيع انت رقود شو صجيع الحجره ترتي لا اله الا الله كيف كيف اقول له تعال وجاسم يصورني كمنصور هني شو بيختلف يعني شو بيختلف شو بتختلف صور امس عن اليوم كان مصور البارحه لا بس ما صورت نفسي والله يلا يلا عيال سر صور سر يا رب ياسين تريق ابراهيم ابوي ترى ما شي وقت انت ما تلبس انا زاهب زاهب بلبس بربع قال انا بس انا تريق تحت بلبس مقصر ولا لا 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 على عادي كل انسان على هوا انت نازل بالتريق تقدر تلبس رسمي تقدر تلبس ترينك سوت تقدر تلبس المهم ما يكون شيء مبزين لان هاي واجهه الدوله الانسان ما بنسوي له شيء زين جزاك الله خير بغيت على هواك هندامك فنان انت بكبرك فنان حافظ عليك يا ابراهيم حافظ ليت يوم غابت يابت 17 واحد جرات اي والله اي والله حبيب قلبي ما تكلم خلاص الحكي وايد يلا بارك الله فيك يلا كنت تحيدون البارح العصير الخيار مع اللومي والخيار واللومي والنعناع اللي اعطونا منه في شو اسمه في السبا يوم يعزلنا عليهم يوم عد ابوي في الليل ولهم طرشين منه طرشين مطارتين ما شاء الله عليه عصير خيار ولومي بس عاده خيار ولومي ونعناع عصير خيار ولومي ونعناع شيء غريب مذهل مذهل شيء غريب عجيب المفروض ما يشربون قلاص اقول لك انا رغيب يقول محمد اول شيء مطبخ ما استكشف بعد هي والله بثلاجات ودنيا وفران يا ربي والله ما غلبهم شيء ما خبرونا عنه ولا شفناه يمكن خبرونا ونحن ما انتبهنا السلام عليكم ابراهيم صباح الخير كنت ترى على فكرة بقوة الخامس ترى ما شيء أسانسير لونه شرات الثاني هذا لونه أزرق غامج الجي هي انت بس إبراهيم عقل نظارة لا ليش صدق ولا ولا فضيح إبراهيم ما شيء شمس ولا شيء هذا ليتات محمد لا عيوني تعورني لا اي بنعيد الفيديو بنشوف كان ولا لا صلنا الله يحفظكم الحين الدور اي دور نحن ابراهيم السادس جود مورنينج وي هاف ا ريزرفيشن فور فور ثانك يو قطعت التصوير لانه طلع حريم في قدامي فما راح اصور لين الحين ما بروح ما اصور شيء طبيعي Good morning, madam. Good morning. How are you? Very good. Okay. What are you going to let me know about the breakfast in the yes. restaurant? Yes. We have a buffet on the station as well, and then you can order some egg, pancakes, and waffles on the table as well. We have some detox juice as well, and then we have nice coffee selections and tea as well. Inshallah. Thank you very much. Thank you. Ibrahim, تبي تطلب الطلب ولا تبي نصير بوفيه؟ لا شو رأيك محمد؟ نحب نطلب يسمونه البان كيك من عندهم وبنطلب وبن الريوق نبي نتنقع الليل با يلا شرب زين الشباب تعد على هواكم انت ما شاء الله عليك ما تخلي شيء ما تعرفه وابو خليل وابو ابراهيم يعرف الدنيا كلها نحن انا وابراهيم روحنا بنسد عمارنا يلا على فكره شيء يلسب على برا لكن نحن ما طالعين نسير يعني فضلنا نجلس داخل ما ادري برا الجلسه حلوه يعني فانا افضل ان نتم داخل اخير يعني وين يا انت ابوي بعد وين ابوي العده وين السماعه وين الطبول وين
شو جيت من راح نبو قادي خبز بلبن شو لا بعد يا ريال على ما تشوفون اول البوفيه هذا عادل اللي يبون شوفان وما شوفون وخبز بنوع وصمون بالتيل وصمون بالزبيب وصمون بال شو بقولكم اجماع اجبان ما لك نوع ونوع والرد عاد للفواكه صباح الله خير هذا على ما تشوفون الحال اللي يبون يسوون عاد رجيم يبون يخففون واكلهم فنان وصحي يتولون المكان هذا وهذا عاد لا سامحونا للي ما يبون الصحي يبون كل زين هو لكن كل انسان على حسب رغبته هذا طاير وهذا كنا فول اظني وهذا سبانخ ويا فطر وهذا فول ويا فاصوليا حمراء وهذا قوم مرتد لو ما ادري منو ما ادري الا شيء هاي وهذا بارك الله فيكم بطاطا نمونتين وهذا ما اعرف شو هذا اي ام علي ترى ام علي فطيره تفاح ها شو بقول كل شيء كل شيء ناهيك عاد عن العصائر اشكالها وانواعها لي هذا مال شيا وما خليت شيء من هذه الاشياء من كل نمون حطيت اخر شيء حطيت عليها الاراسيا اراسيا والتين المجفف وحطيت من كل شيء والزبيب شو شوفان من كل نمون روحت تبرضت هاي رايت اللي قربت ابنها جابت لنا الدنيا هاي كلها ابوش تيكز ما ادري شو كل شيء هذا حلو هذا الشيء اللي شرحت اللي في لندن اللي نرتد اللي نجلس للتاية 3 و4 ساعات على المطاعم يا ابو ولا هود ولا دقيقتين ما خلق روح متعبلون روح لا تعاد لا همك الله لا هم يحزنون يعني الحمد لله رب العالمين ابراهيم فنان ريوهم اي والله حلو فنان ما شاء الله حطوا لنا من كل شيء حطونا مأدبة معاد بني إسرائيل فيها ما تشتيه المسؤول ليبا ياكل ليبا بغيت الفول بغيت سلك شنشيز قوتيز اللي تبه الحمد لله نعم يبا الحمد شكر هالريال ياس عبدالي انت خاطري اقول لي عندي شراج جوتيت تخيل فيه افتن علي ولا شيء قاعد بعد ما يتشاهد شيء غير نبونه من خاطري اقول ان شاء الله جوتي في مكان يعني خاص مثلا اللي عائله كبيره تبقى تجلس روحها ما حد يبقى ما يبغى حد يضايجهم ولا شيء هذا طاوله كبيره للعائله وهذا باقي تسكر عليهم روحه شيء بعد الله يحفظكم من غير لا 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 ما بصورك ما بصورك ما بصورك من تحت لا بس لم فوق وجهك الحين ظاهر اقول لك الحين شفت انا المنظر هذا وتذكرت سالفه شي ذكر شي راوي شي تراوالك الحيول كان حرمه لابس حيول في ديها صح صح ولا انا غلطان لا 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 صح شرت الحرمه ليه لابس مضاعد الله يسلمك في السنين الاوليه شيء رجال ساير وين ساير البحرين يشتغل قبل ما يظهر البترول تعال البحرين يشتغل ويكدون يعني الأول الناس تسافر للمكدة وترد تكد على هاليتها وتعود بالخير الفضيل والرزق اللي من الله يا ويلس ويلست عدها الحرمة وكل دقيقة تخرخش بحيولها تخرخش بحيولها كل دقيقة قابضة حيولها ها وترى تلعب بيديها حق يظهر الصوت والرجال وإن يشتحن يشتحن ترى الأول يشتحنهم صوت الخلخال وصوت الحيول وحبحينا ميك أبو عزرائينا ما حد يصد جداهم ولا يقول هن ما حد والله إبراهيم الأول الواد تشتحن بالحيول بالصوت هالنمونة يعيبون الحين لو الحرمة تسوي ما حد يقول حتى كمل خبر الله بالمستعان المراد فالحرمة يسألتها كذي قالت خرخش حيولها يعني أسبي ظهرا صوت الرجال يصد جداها صد جداها وقالها صبر عاد ابراهيم عندنا شوي كلمتين رد ابوي صد عليها الرجال وقالها لابس حيلين وتماري يا العيب
من دار البطورة، شايف ان الزين في داري لابس سبعه على جوره، يعني لابس سبع نمونات من كل اثنين نمونه نمون، يعني شايف ان الزين في داري. ما يحتاج تسوي ما يحتاج راوينا انت ابوي عينه قنعانه. ما شاء الله عليك محمد. مساكم الله بالخير. سايرين انا والمهندس ابو ابراهيم محمد تحت اللوبي بانتظارنا الاخ مأمون من فندق العنوان اللي هو ذا ادرس بيسوي لنا التور في الفندق. بنتمشى بيروي لنا كل شيء نحن ما شفناه ونبنرويكم كل جديد او شو الاشياء اللي مش موجوده في اي فندق، موجوده فقط في ذا ادرس، موجوده فقط في فندق العنوان اللي هو نحن في هذا. بنخبركم عن كل شارده ووارده، كل ما هو يازلنا وعيبنا بخلي يضيف لكم إضافة على طريقة مأمون طبيعي. على غفل الحين سلمنا على غيال وما يعرف شو قاعد أنا أسوي ويتحراني على قاعد أصور بس اللحمي ما أدري بين بحسب كيف رجلها. السلام عليك أستاذ مأمون. عليك السلام، أهلا وسهلا فيك. كيف حالك خالد؟ كيف الحال؟ ما عليك سامحني هاي لازم يسمون هالأفشات المصريين. لا لا بدون استعداد. أهلا وسهلا فيك. حق أظهرك على طبيعك. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أمورك إن شاء الله؟ عرفني بنفسك أستاذ مأمون. مأمون القرشي، أنا المسؤول على مدير الاستقبال. نعم. في الأدرس داون تاون. نعم. فندق العنوان وسط مدينة دبي. نعم. أنا مع الشركة حوالي 8 سنوات. ما شاء الله. طبعاً أحسن فندق، وطبعاً نحن فخورين نحن نشتغل مع إعمار، وإن شاء الله نبدأ الرحلة معك. الحمد لله. أهلا وسهلا. ونحن بعد ونحن بشركم مبسوطين إن موجودين في تحفة من تحف إعمار وإنجاز. صحيح. عظيم. صحيح. من إنجازات إعمار. أسماء ما عليه. أستاذ مأمون. نعم. مأمون. أستاذ مأمون. وين بتصير ابن الحينه؟ ونعمل تور في داخل الفندق. نعم. هنبدا في اللوبي ان شاء الله، وبعدين نروح على المقهى. نروح على السويمينج بول، نروح على المطعم الرئيسي الميتينج روم، نروح على الفي اي بي كلوب لاونج. نعم. لاونج، وبعد كده هنروح على الغرف، وبعد كده تعريفي كل شيء. شوف انا ما اشوف شيء موجود في اي فندق ثاني، كل شيء اشوفه طبعا. قطعه مميزة. أكيد. شيء فريد من نوعه. أنا ما كنت شفت. شوف أنا أستاذ مأمون لفيت الدنيا كلها. أكيد. ما أعتقد أن في فندق فيه اهتمام في كل قطعة من القطع الموجودة في الفندق، كل زاوية، كل كورنر، كل موقع، كل كبير وصغيرة في اهتمام غريب. يعني شو التنفيذ اللي يبهر؟ شو هذا؟ من قام على هذا الشيء كله؟ طبعا فندق العنوان مع إعمار الضيافة، إعمار العقارية كمان قاموا في عمل جميل جدا. جبار. هذه تحفة فنية. جبار. يعني ما بدك تطلع من الفندق. صحيح صحيح. نحن من يانا ما طلعنا تدري. صحيح. في كل قالينا بهذي قلنا بنيلس بنتعشى بنظهر. تعرف متى طلعنا من الفندق؟ متى؟ يعني الساعة 2 الظهر. أيوة. ظهرنا 12 في الليل. طبعا ما تقدر تطلع. من طبعاً. يقدر يطلع؟ لا لا، هي زي ما يقول المكان يسموه where life happens. Where life happens كل شيء موجود. سبحان الله. يعني موجود من الألف للياء. سبحان الله. شوف في كل ناحية من الفندق في القطع الفنية الموجودة، الرخام، الإضاءة، الزهور، الكاربت، تناسق الألوان، الأفكار وطريقة الترتيب، يعني سبحان الله الأشكال الإبداعية موجودة. نعم. أنا آسف تربع لحين يطوفوا الناس. صحيح. فما أحب أصحيح. ما علي توكل مأمون. نعم. أنا أشوف هذا الموقع اللي أنا أشوفه حاليا هذا. نعم. هذا مش كوفي عادي، شكله ما يوحي أنه كوفي عادي، شكله مثل تحفة، شيء صيغة أو نوع من أنواع المجوهرات ودك تطالعه. أكيد. شوف المقتنيات، التحف اللي موجودة، بالإضافة إلى الإضاءة الموجودة اللي هنا، بالإضافة إلى كمان الأشجار، التناسق الألوان،
أماكن زخارف تنسيق الماربل اللي موجود تشوف تشكيلة متناسقة ومتناغمة مع بعض مع الورود مع بالضبط السيلفر أكيد. مع اللون الماروني مع اللون مع لون السجاد مع لون الأساس مع وعطنا فخامة يعني فخامة تنسيق الألوان هذا روحه شيء وايد كبير. تخيل أنت تخيل أنت الصباح تصحى من النوم تنزل من الغرفة تنزل تأخذ كوفي شاي في هذا المنظر الرائع. سبحان الله. الحين هذا شو هذا؟ هذا المنطقة تسمى The Secret Gardens الحديقة السرية. طبعا هذه جلسة في خصوصا في بعد الظهر والمساء تشوف برا موجود مع الأشجار. موجود هنا قسم للشيشة وكمان مع القسم هذا للشيش اللي حلب الشيش اللي شيء شو هذا القسم كامل لكن في قسم اللي هناك وفي هناك كمان مش للي شيء شو المكان هذاك غير للشيشة هناك غير مخصص نحن على فكرة معزولين أفتر نون تي في هالمكان نعم في هالموقع في هذا الموقع يقدم في العصرية على الساعة 3 يكون تشوف في الحلة اللي هنا موجودة تقدم مع افترنون تي والمعجنات كوكيز والأشياء هذه موجودة طبعا حتى في المساء مع إطلالة برج خليفة تكون ولا أحلى ولا أروع إن شاء الله يعني العصر نحن هنا بالتقهوة إن شاء الله نكون برا بعد العصر يعني بعد الساعة 4 أو الساعة 4 ونص تي نحب نكون موجودين خارج وبنصور المكان بنصور طريقة التقديم شو المنيو مالهم شو اللي عندهم شو اللي ما عندهم هذا كله بيكون برا من العصر لين قريب المغرب صحيح. وعقب المغرب عندنا روحنا على برنامجنا بنظهر بنسير وين نبقى بنخبركم خلاف عادة بس أقول لكم أصور 24 ساعة مستحيل أقدر أوصف لكم جمال المكان اللي أنا فيه شيء يعني ما شفت هالنمون أنا بحياتي ما شفت إني أقول أنا شفت فندق من هالفنادق اللي موجودات في جميع أنحاء الكرة الأرضية اللي صرت لهن هالنمون ما شفت أبدا تناسق الألوان الترتيب شيء غريب هاي يسمونها الحلة الجديدة الفندق أدرس داون تاون الحلة الجديدة يعني تحس كأنك جالس صبحية عيد وحد مجبل عليك متلبس بأخير ما يكون أخير ما عنده أحسن الموجود فمش لابس أحسن الموجود لا ما يعني ماخذ ومتصوغ ومتش أحسن لبس في الدنيا ولابستنا لأن هي جميلة من الأساس وهي فنان عود ومنطوق ومعنى وترتيب وما بالك زاد فوق الزين زين الزين الأولي إنها دبي وفوق زين دبي وعدال دبي وأصلها وفصلها وعلمها وخبرها وترتيبها ومكانتها الاجتماعية والتاريخية في الكون هذا فوقها زادها عدال وهندام وتناقة فوق هذا كله شو بتغدي شفت اللي يقولك كن البخت وعتخت هذا اللي أنا أشوفه الحين شفت اللي يقولون أنا كأنه البخت كن البخت وعتخت هذا هو الشيء اللي أنا أشوفه مامول بحر إحنا كم معزومين في مطعم اسمه زيتا اللي برا إيه طبعا نسيت شو الديتيلز أنا ليش يقولون هل إنه معقول إنه يفتح بس 6 شهور نعم بخصوص لأنه يا ريت بصوت عالي نعم لأنه بخصوص الـ 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 الجو في دبي يكون في حر أيوة. ومكان مفتوح هو المكان مفتوح يكون نعم هو تعتبر الوجهة الأولى في مقابل لبرج خليفة والنافورة نعم يعتبر الوجهة الأولى في الفندق نعم هو مطعم أكلات بحرية نعم تمام يفتح في المساء كل يوم من الساعة 5 مساء إلى الساعة منتصف الليل الساعة 12 أيوة يقدم أكلات بحرية يقدم إطلالة تكون موجودة ولا أروع هي شوف نحن عشنا فيها البحر نحن سالين بنتعشى نص ساعة تقريبا جلسنا يمكن 4 ساعات يجذب نعم صحيح مطعم أكله سيفود فقط ولا لحوم بعد نحن أمس يابولنا لحم يابولنا دياي هو
في المين الكوزين الرئيسي هو أكلات بحرية. نعم. بس طبعا تطلب أنت ونحن ننفذ يعني ما في مشكلة. أي شيء موجود. مثل الواجيو، الواجيو عم كان موجود وب... إيه؟ وبقوة. طبعا. الواجيو كان متواجد. وأكيد. وبقوة. ما أبالغ. أي شيء تطلب موجود. سلام يعني ما نرد نحن حد اي طلبات نوفرها على طول. والبابايا سلط، انا ما اكلت البابايا سلط الا في تايلند، كيف موجود وبقوه؟ اكيد عندنا احنا مجموعه من الشيفات المتميزين يعني موجودين في الفندق، فهم يوفروا لك اي شيء تبغاه. اهلا وسهلا فيكم. مامون انا افضل لو نقدر نروح لنفس المطعم اللي كنا فيه امس، كنا نحن في الليل اكيد صورنا التصوير ليلي، خلينا نروح في النهار. في النهار يوم ما في حد دوادم. احسن، شو رايك؟ اتفضل وتراد تكلمي شويه، تعطينا مقتطفات عن المطعم. أكيد. وعن الشفات اللي فيه وكم عمره وهل يوجد لفرع ثاني، شو تقدر تعطيني من المعلومات عن المطعم هذا؟ يلا توكل على الله. تفضل. هذا الباب اللي يظهرك من اللوبي، الباب اللي الخلفي، وهذا المكان بحنا صورته في الليل، وكان منظر جميل وشيء مبهر بيني وبينكم، يعني تحس عمرك كأنك جالس ما أدري، ما في وصف أقدر أوصفه لكم، ما في شيء وصف، يعني لو بتكلم من اليوم لين لك سنة ما أقدر أوصف لكم المنظر اللي أنا أشوفه وين أنا موجود وطريقته وترتيبه والتنسيق هذا. سبحان الله، سبحانك يا رب. واللي 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 يفرح خاطرك ويخليك منبهر وجود الهرم، هرم دبي المعماري اللي هو برج خليفة على الله يحفظه، يعني معلم يعني من أروع ما يكون، شيء لا صار ولا استوى. هاي يوم أقول لك ما صار ولا استوى في الدنيا العودة يطرونه هذا، وهو صحيح كلها عارفتنا وقايله إن هذا هو أعلى مبنى موجود في شنتي الكرة الأرضية، فلذلك دبي تستاهل الاعتراف الدولي. والإمارات، الإمارات دولة الإمارات كل شيء مثنود ورقم واحد موجود في شنتي بلادنا. الحين هذا شنو المطعم؟ أنا ما تشوفون مسكر، وهذا اسمه، هذا اللي بحنا حنينا، كان في خاطري إنه يرمسنا أنا عن قرب، نحن شفناه في الليل يغي في النهار، هو الحين ما يبالغ، أنا عزرت عليه والله. مرة خطفنا فيه البارحة، هي لسنا هاي الطاولة تنشوفوا مرة. هذا المكان هو المطعم، فلذلك فقط في يوم في الوقت وقت البراد، لذلك يكون هذا المطعم مفتوح بس من الأيام هاي اللي نحن فيها، ست شهور. مكان مش صغير، وايد كبير كبير كبير، المكان فوق عما تتخيلون ضخم، يعني شل أميات مئات من البشر في يلسات، وفي هذا شرات البار بعد عبارة تجلس على طاولات، مسمى البار يعني طاولة اللي تأكل وانت نص واجف أو ثلثين الواجف، ثلثين الواجف يعني شرات اللي تجي على ينبه وانه يلا باي النافورة بعد شقلوها. تشوفون تضارين عرض النافورة، نافورة دبي ضارين تشوفونها في الليل، غير في النهار بعد لها رنق غريب، جو فنان ولها مشاهدين يجون من كل مكان. شوف العالم، شوف العالم، لا تحرون بس في الليل. دبي مول، دبي مول إنجاز إعمار، أحد إنجازات إعمار دبي مول، أحد إنجازات إعمار، فلذلك أي شيء فيه اسم إعمار تلقطونه مستوي مثل خلية النحل من البشر، تيه هالة من العالم من كل بلد، مش من بلد معين ولا من عرق معين ولا مكان معين، كل العالم أول ما يسمعون يقولوا لك دبي، هي برج خليفة، دبي مول، إعمار، هاي أربع مسميات هاي تهز بدن كل إنسان يوقف، إن كان دريول يضرب إشارات ببريجع يحيس وجهه وهو يسوق بك، هي دبي مول شي يبغم يبتهت، شفت اللي صب على خمرة راسه ما بارد، هنموني عفد من يسمع طاري دبي،
سيده اي طاري تبيمون وبرج خليفه وعمار. ها في جميع دول العالم وين ما تصير شيء مبهر. شكرا عمار. ده كله تقدر تشوفه وانت موجود وساكن في فندق العنوان ادرس داون تاون، وانت واجف او ساكن في اي غرفه من غرف ادرس داون تاون تقدر تشوف هالمناظر كلها، او جالس في اي مطعم من مطاعم ادرس داون تاون، او اي شرفه من شرفات غرف ادرس داون تاون تقدر تشوف هالدنيا كلها بكل بساطه وبكل سهوله، ما شيء كلافه من اي مكان، ما يحتاج تنش ان كنت جالس ولا طايح ولا مسلقاي ولا عليم ولا كله كل الاوضاع تقدر تشوف كل هالمناظر، لان غرفهم بانوراميه. يعني شوف انت، شوف ايش قايل، كل البلكونات مفترات على كل مكان تقدر تشوف في كل موقع تسكن في هالفندق. جزاه الله خير هالمهندس، ما يدرى بمنو، لكن اكيد انه شبه ساحر. استاذ مامون، هذا المكان انا اشوفه احساسي يقول هذا المباني هذه كلها وايد غاليه، او بس للناس اللي هم تجار او اغنياء والغني الله سبحانه وتعالى. هل امكان ان اي انسان يجي هالمكان، ولا بس للناس اللي عندهم مبالغ كبيره وملككين يعني؟ لا، كل ضيوف اهلا وسهلا فيهم. في عده فئات لفنادق اعمار موجوده، مثل فنادق العنوان معاك الفيدا، وفي كمان فنادق روف، ففي فئات الخمس نجوم الادرس داون تاون، وفي فئات الاربع نجوم الفيدا، وفي معاك الفئات الثلاث نجوم اللي هي روف هوتيل معاك هنا موجود. اي موظف عادي، انسان موظف عادي من ذوي الدخل المحدود، نعم، بامكانه يجي هو وعياله وفريجه يتمشون في هالاماكن كلها. اكيد في حتى في فئات الخمس نجوم، نعم، موجود عندنا عروض خصوصا في الصيف، في عندنا ديسكاونت تخفيضات معك فنادق الفيدا، هناك في عروض اخرى في فنادق الروف. مجموعه اعمار للضيافه تقدم لكل الفئات اسعار مخصصه لهم، وبالتالي يستطيع اي شخص ان يستطيع ان يسكن في اي فنادق من اعمار. يعني فنادق اعمار ليست بحكر على طبقه معينه، صح؟ لا، توفر مجموعه اعمار للضيافه لكل الفئات بخصوص الاسعار المناسبه لكل الفئات، وبالتالي يستطيع اي حد يقدر ان يسكن، يستطيع اي موظف ان يسكن، او اي شخص يستطيع يسكن في اي فنادق في اجمل 1 كيلومتر في الداون تاون اريا. هني يوجد في نفس الاريا هذه المنطقه يوجد فندق 3 ستار 4 ستار 5 ستار، نعم، كلهم في هالمربع، في هذا المربع اللي هو ارقى وافضل مربع في دبي. هالفتره حاط في بالي هالاماكن كلها 5 ستار، يعني ما شيء مكان رخيص، يعني كله ضوء غالي. اذا ما يكون معاشك لك مستحيل انك تروم اتي هالمكان، اذا يكون ما يكون معاشك عشرات الالاف مستحيل انك تروم اتي هالمكان، اذا ما يكون في جيبك او في بطاقتك ليمت كبير مستحيل انك تروم تجلس في احد هالمطاعم. طلع العكس، طلع كل انسان يروم يتكيف ويتمتع في جميع أرجاء هذه المنطقة الجميلة. أجمل وأرقى كيلومتر موجود في الكرة الأرضية، ما في الإمارات فقط، في الكرة الأرضية. تشوفوا ما يبالغ كلام، عينك ميزانك يا البنادم، عينك ميزانك، اهتمام في كل زاوية من زوايا دبي بكبرها، ما بس المنطقة هاي، دبي بكبرها فيه اهتمام منقطع النظير. دبي مول، برج خليفة، نافورة دبي، سوق البحار، هذا كله موجود في منطقة اسمها داون تاون. داون تاون مدينة مصغرة يعج في أرجاها آلاف بل ملايين الزوار، أتي من جميع أنحاء المعمورة، أتي مخصوص لأجل تشوف الداون تاون. هذا اللي تشوفونه
إنجاز عظيم تشكر عليه شركة إعمار. خور دبي حاليا على ضفافه بتكون شيء مشاريع وايد كبيرة بيتم افتتاحها ابتداء من شهر 3. مشاريع يعني توجف الماشي، تخلي العالم يقف مذهول من كنتي يا إعمار. كل المناطق الترفيهية اللي موجودة في دبي مول مثل السينمات، بالأخص رويال سينما والأكواريوم ومناطق الترفيه، كلها من تصاميم إعمار. كلها المناطق الترفيهية بالزين، بعدالها، بترتيب الورود، التنسيقات، ترتيب مداخل المطاعم، مداخل الممرات، كلها من تصميمك أنت يا شركة إعمار. وبالأخص في شيء وايد جميل اللي هو دار الأوبرا. دار الأوبرا من تصميم إعمار، موجودة في الداون تاون، وحدث كبير كان وقت الافتتاح، واستدعي وعزمة وأمة لا إله إلا الله لهاك الافتتاح. شيء كان جميل وفي منتهى الروعة من تصميم ومن ديكورات في دار الأوبرا. تشكر شركة إعمار على هالإنجاز العظيم. دقة وجودة الإتقان في إتمام مشاريعها منذ التأسيس إلى أن يتم أي وقت التسليم، تلقط دقة وسرعة وحرفنة في الخدمة وطريقة التعامل السلس بين الإدارة والملاك. هذا مش موجود في أي مكان في الدنيا العودة إلا عندك أنت يا إعمار. شو السبب؟ دقة هي اللي تميزهم. دقة، تعرفون هذا شو اسمه؟ يسمونه الإتقان. الإتقان في العمل والتفاني على إنجاز المشروع بأتم وجه وبصورة حضارية وبصورة متطورة دائما، لأن المعازيب الله يحفظهم يبون دولتنا في كل شيء رقم واحد. مش حصلت الجواز وكان رقم واحد؟ جواز سفر رقم واحد، أعلى برج، أعلى إسراع في إنجاز المعاملات، في كل شيء أكثر شيء. فلذلك حتى في شركاتهم فأخذت على عاتقها شركة إعمار أن يكون إنجازاتها كلها من رقم واحد من هالفصيل. فلذلك تلقط تدور أي خلل في أي مكان تسوي إعمار، مستحيل تلقط في أي زاوية من زوايا إنجازها، ما تلقط إلا كل بيضوي. أدرس داون تاون عبارة عن سلسلة ما يقارب أكثر عن 5 أو 6 حيضان ملتصقة في بعضها، كل حوض يغني يالي، وكلها مشاهدات شو برج خليفة. 5، 6، 7 حيضان ملتصقات، وكلهن فيهن دفاية، فيهن تدفئة، عنصر التدفئة موجود. في الشتاء يبردونهن، في الشتاء يدفونهم، في الصيف يبردونهن. شو بقولكم؟ شفت اللي باري على السجي والثبر؟ هاي تخطيط إعمار، ما شاء الله عليك يا إعمار، مرة ما يفوتها فوت. لأدق التفاصيل، أدق التفاصيل، ما شاء الله تبارك الرحمن. هالحيضان اللي تشوفونهن، هذاك حق بو سنة، وهذا بو سنتين، وهذا ابو 3 سنين واربع وخمس، وهذاك اللي تو عاده والـ8، 9 سنين، واللي ساير منك هاك عاد حق اللي فوق الـ20 وما فوق. مريال، حد ما يجي لمريال، حد يعني كل حد ابوي على حسب، كان طويل شنك من عنك ما عليه باس. شو ما شاء الله، شو ما شاء الله، الواد مبسوط والله. الفندق يعني شيء لا صار ولا استوى. هلو زاغت. هذا المكان اسمه ذا كافي. هذا المكان ذا كافي الله يحفظكم، هذا فقط للي مستعجل او حب يجلس، ما شيء مشكله يروم يجلس ويطلب اللي يباه، يغير اختصاصهم الله يحفظكم للقهوه. جلسه جانبيه، وهذه جلسه في نص المكان. هذا هو ذا كافي،
هذا من الداخل، هذا مكان كافيه من الداخل، هذا يخدم اللي يبغي يجلس هني على السريع يتقهوى او ياخذ الكوفي ماله وهو ساير من داخل الفندق، او انه خطافي يبى على السريع وهو خاطف ما يبى يدخل مستعير. حفظي لا تقول هالرجال شو قال. السلام عليكم، هاي هاو ار يو، زين احب اخبر برويكم كيف الطريقه من برا. دبي مول وانت راكب بتنزل الفندق، ساره ورباعك داخل تبى ترياهم روحك انت، هم برايهم داخل وانت قلت بتيلس خاري، ما فيك ابوي على الطحنه والصدع والديانه، اتي ابوي عند دكافيه. هذا دكافيه روحه حكايه، هذا على ما تشوفون هذا دكافيه. ان حصل هذا بتصير اي كافيه ثاني في الدنيا العوده؟ ما بتصير والله يا ابوك، ولا يسدك الموقع والمكان، وين بتروم، وين بتصلح لك الصوالح من عقب هالمكان؟ خلاص انت وصلت القمه، فوق قمه برج خليفه، شو تبى اكثر عن شيء؟ عن شيء تطير طياره فوق ما شيء، هذا اخير عن هالنمونه ما شيء، مسوي لكم هالكراسي القاويه وهالترتيب الفنان، شو بعد تبون اكثر عن شيء؟ شو تبون؟ انا ما ادري بكم ليش تصيرون شرق وغرب، هاي السياحه في بلدك بعيد يومك، السياحه والسياحه هاي السياحه الداخليه، السياحه في الامارات، ها حتى هالفقير راس دار هاي السياحه في الامارات. شوف الله عليكم والله يا ابو كلبي، لسه اصور ثلاثة ايام ما اروم اصور ربع اللي انا اشوف. Good afternoon. Hi, how are you? What do you have? The something amazing, very special. Amazing special. Every day we have like different style. Like we have like very nice muffin cake. We also have like the fresh juice. Which one would you prefer? And we also like very nice sandwich. Like what? What kind of sandwiches? Like we have chicken, salmon bagel, and beef sandwich. Also have avocado wrap. And what about these big bottles? Big bottle, we serve this bottle. The bottle is very famous in the world. It is BKR bottle, the brand. Uh-huh. This is to, for takeaway? Yes, you can put like the juice, water, like the coffee. Just put everyone would you like. Then put it, you can take by yourself. It's very easy to put in the bag. Bah! ما أقول عنكم شيء. أقولكم كل شيء مميز. كل شيء مميز تلقون ابوي موجود في هالدار الطيبة، كل شيء مميز في هالبلاد الزينة، كل شيء في ذمتكم. حد شاف هالنمونة في الدنيا العود؟ أنا روحي ما شفت، وما أظني حد في الدنيا بعد شاف. صح كلامي؟ سي صح 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 إيه. You're going to give us now. I can give you like the hand make the coffee. Coffee. Yes. Coffee handmade. Yes, because handmade. Yeah, handmade. Handmade. Yeah. Handmade. It's like it's made by myself. And say yalla, we'll have three. We are three person. Three I person? Am yes. I am Khalid Al Khaldi, and Ibrahim Al Asmi, and when sir, ya Rabi'na. Abu Ibrahim. Abu Ibrahim, what's my name? Ana Ibrahim. And say Ibrahim. Abu Ibrahim. Say, this, and this. Three. Three coffee. Sure, what you said, they're very special one. And what for eat? What are you going to ask? For eat, like we have like the croissant, like the mini donuts, like cookies. Mini donuts. Yes, we'll have mini donuts. We have like two different kinds of like chocolate, like fruit donut. Which one do you like? Two for each one. Two for each one. Sure. No, thank you. Thank you so much. فبإمكان الشخص الزائر أو الخاطف أو العاني أو المتعني أو اللي مسير أو اي وجه سيارته هنا، شو وين خطف الرنج، وجه سيارته ولا قرب التكاسي هاي يوقف ويطلب ابوي اللي يباه من هالكوفي، اللي يطلب اللي يباه من هالكوفي ذا كوفي، ياخذ بطيكة ويمشي. يسدك يا ابو كله سمعه، ما يقولك يلا بسمعه ولو من نقط، الحين بلي النقط هذه كوفي. أقول لكم من ضمن العوائل اللي تلاقيت وياهم البحر أول ما سكنت الفندق عائلة كويتية، ناس طيبين وخيار يعني مثلكم، أنا الناس اللي أعرفهم كلهم دينين، أنا الناس كلهم على فكرة عندي كلهم خير وبركة يعني،
ما حد أخير على عن حد، يعني خوصا بخوص رقعة السمة خصف الناس كلها واحد معلوم، وفرغنا بعضكم عن بعض وشيء يفرق عن شيء، لكن في كبشر كلنا عيال تسعة. أنا بخبركم حد بعطى سبع شهور الحي يروح حمصي بالمهم. أب هذا موضوعنا. صورت البحرية جماعة عائلة كويتية واستأذنت منهم، قلت لهم عندي تم الفيديو أنزله لو ما نزله طرشنا حين وحليلهم من عقب ما سار الكويت، وبنزله لكم تشوفونه. شخصية بنات ظرافي على الله يحفظهم، أياويد خيرين من دار الطيبين، سد أبوي من إنهم من دار الصباح، من دار الصباح على الله يحفظها من دار. والله مليون مرحبا بالبنات يا زين، كن يا زين بلاد نيت منها والله. تعالوا عند هذا البرج وراء يا ساتني شوف شوف المطر وما شوف البرج يبين. هي والله هي والله ما شاء الله بعد ما اقول عن شيء. يلا اقواك انت الله يحفظكم يحفظكم. مع السلامه بنات، مع السلامه انت. الله يحفظكم. Fruit donut. This is fruit donut. Yeah. And this one? This is also the fruit. This is for the two chocolate. Ah, this is two fruit donut. This is for the chocolate donut. And this is? This is for cafe latte. Cafe latte. Yeah. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Hey, روح شيوخي. شيوخي والله إن شيوخي. Okay, now these. How many sizes? Now we have like three sizes. Uh-huh. For the large size, we have two different colors. Like at zero, we give the pink color for the lady, the blue color for the gentleman. وحليلة gentleman بدار color حرام عليك. Okay, and sizes. And this is Aruro. We put the tea inside the takeaway tea. This is for the coffee, and the pink is for lady, and this is for the Turkish coffee, like the single espresso, double espresso, like coffee. Okay. Thank you. بليز. على فكرة نحن اللي طلبناه كم ظهر؟ 60 درهم. 60 درهم في نص هالهيلمان وما يعني مش غالي. It was good price. Thank you. Thank you. Thank you. أستاذ مأمون الحين إحنا وين رايحين؟ رايحين نشوف الآن غرفة عادية. غرفة عادية. نعم. الستاندر روم. الستاندر روم نعم. زين. وبعديها هنروح نشوف السبا فونتين سويت غرفتين وصالة. زين اللي هو الجناح هذا ولا شو؟ هذا جناح بغرفتين وصالة تمام، وفي عليه بلكونة وفي عليه جاكوزي في البلكونة. زين شعري الحين بتروينا أول بادي ستاندر روم. شوف الستاندر روم. زين في غرفة ستاندر روم في الدور 17 الغرف العادية. الغرفة العادية يعني مش لا سويت ولا جناح، الغرفة العادية. هذا أول ما تدخل إيك حمامها الله يحفظكم. وأنتم كرامة عليه كليمين كل ماربل ال يسمونه البانيو ماربل دور مدارة على ما هذا أنا يحافظ عليك ما زيني. وهذا الجاكوزي وهذا هذا البدي يعني الحمام اللي داخل وين مال البيبي وما بيبي مسوين مثلج عشان ما حد يوايج عليك. وهذا الرين شاور وكله برودكت اللي موجود في السويتات الكبار واللي في الغرف العادية نفس الشيء. ما في شيء مميز يعني هذاك حاطين لك وايد ماركة غالي وهذا لا، كله نفس الشيء نفس الجودة ونفس الطريقة. حين تبتدي الغرفة أول بادي هذا كبتر مسافة فتشة بين الباب لين هي تقريبا ما يغارب متر مترين ثلاثة أربعة تقريبا 6 أمتار ينك لين القوس اللي يدخلك الغرفة. الغرفة تكاد أن تكون شبه اكزيكت فرومز اللي في في أكبر الفنادق العالمية كحجم. هاي الستاندر رومز عبارة عن اكزيكت فرومز أو سويت مصغر من السويتات. هذا أنا أعتبره ما يقارب سويت من الفنادق اللي برا اللي يقولون عنهن سويتات. عندهم في فندق العنوان فندق أدرس داون تاون عبارة عن سويت. أنا ما أشوفها غرفة عادية
مستحيل تكون غرفة عادية. شوف الحجم، على ما تشوفون هذا الحجم، هذه ثلاجة، ميني بار، كوفي، الأشياء. شوف الحجم، بلاد بلاد. اللي يزقرك في أول غرفة ما يسمعك، اللي في من الصدر لين التفر يلا يلا يسمعك. بلاد تقدرون تدخلون في الانترنت وتشوفون المقاسات. وها بعد ها ما قواكم، ما أقول عنكم شيء. شوف تحيس أبوي التليفون، التليفون هو حيسة مرة ثانية. لفت أنت بسرعة عادة بعد بهيوة. يلا الاتجاه الثاني. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ما شاء الله. إلى اللي بيت فيزا رحني بيطالع التلفزيون. ها هذا أبوي، كل شيء عندهم. وليلي في عقلك أنك بتلقط شيء عادي. الكوفي ماشينز مالهم من أجود الأنواع وأجملهن. نحن من البارح واليوم ونحن ياسين اللي نقرفج منها، وأشياهم كلهم الأشياء الممتازة تعرفونها. على ما تشوفون، شو بقولكم، شو وهذا الميني بار مالهم اللي فوق، وهذا هاي التليفون واللي يلسه هني. عاد يوم بتم متناقمين، يوم بيتناقم هو يا حرمته، هو هني وهي من ناقي، يوم بتراضون بيضكون جدا بعد. يلا وهني هذا خلاص أقنع حبرها، خلاص ما يصير خاطر كله الطيب وفالس طيب. لسير ورضيك ويوديها عاد دبي مول، من الجسر المخصص اللي يتهرب من الفندق إلى دبي مول، وبيصير بياخذ لها الرضوة. عقيد صغيروني ولا قليب ولا مريرية ولا خويتم ولا شيات، هبي قص عليك اخذ لك ورد ولا شياته، لازم قلب ولا شيات ولا عقيد ولا ملاريه ولا شويه يطرش حواله تحويل بنكي غاب. اطلاله على ما تشوفون، يوم اقول لكم اطلاله الفندق، اي غرفه تسكنها يكون اطلالتها بانوراميه تلف بك الدنيا كلها. هذا الله يحفظكم الدور الـ11 حاليا. هذا القسم اسمه سبا فاونتن سويت، جناح عبارة عن غرفتين نوم وبملاحقهن. ملاحقهن الشو الحين بنشرح لكم. هذا أول بادي تيك الصالة وغرفة الطعام مشبوكات مع بعض. هذا تشوفونها الصالة بغرفة الطعام، نقطة أول السطر من عقب هالمكان اللي نحن فيه. المدخل على ايدك اليمين، هذه الماستر روم. الماستر روم عبارة عن غرفة كبيرة طولها طول وعرضها عرض. هاي شوفوا بلاد، طولها طول وعرضها عرض. هاي كلها غرفة واحدة، زين. هاي كلها غرفة واحدة بلاد من كبرها. بنرويكم هاي غرفة الملابس مفتوحة، غرفة ملابسة منها وفيها كاشفة المكان. وهذا عادة اللي تحيدونه، كبت بسامانها بسيفتي بوكسها، غرفة الملابس. تدخل على الحمام وانت بكرامة، البانيو وبرخامة بسامانه علمه وخبره. هذا وين يسمون البي بي، وهذا الرين شاور بعد برخامة بجلسته مناتي. شوف أبو المميز والفنان واللي يفند الجناح هذا عن غيره، اللي يميزه عن غيره هذا اللي حين برويكم إياه. الحين نحن تحت القسم اللي نحن فيه، اللي هو القسم نحن فوق في الرويال سويت اللي هو الجناح الملكي. هذا الجناح شو؟ سبا فاونتن سويت. سبا فاونتن سويت أصغر هذاك اللي نحن فيه بثلاث غرف، هذا في غرفتين. لكن اللي يميز هذا الحجم اللي ما شيء كبره من الشرفة اللي هي المنظر هذا الكبير، والجاكوزي المميز. هذا علم ما يحتاج تكشفه كامل. شوفوا بالله عليكم هذا الجاكوزي يضم 4 أنفار، جاكوزي يضم 4 أنفار. شوف بلاد بلاد بلاد، ونفس الطريقة ونفس الأسلوب ونفس البيو ونفس المكان ونفس الزيرة. ليه عندنا نحن فوق وين نحن غصبنا؟ هذاك نحن غصبنا، هذا نحن غصبنا. هاشوفوا هذا
في ثلاث غرف نوم هذاك اللي فوق ميال السن ودورين وما ادري شو هذا. لا في غرفتين نوم يا غير صاله خارجيه فيو حديقه بزمها وعراها بجاكوزيها شو بقول لكم. بس خطر عليه خطر عليهم يعني يبون لكم اوادم يجلسون وياكم ينسونكم بتجلس روحك في هالمكان لازم اللي بيب ويون قوم ولا يبقى بيضيعون في هالمكان العود. هي والله. وهذا ها هذا القسم اللي قلت لكم عنه هذا قسمنا نحن هذا اللي فوق هذا اللي نحن فيه هذا مال غرف النوم هذه غرف النوم انت واللي فوق معالي هذاك الميالس ومن فوق عاد حين نحن بنسير فوق بنرويكم الهست اللي فوق الشقق الفندقية اللي ماشي شراتن في الدنيا العودة والسبا فاونتن سويت هذه اطلالته شرات الاطلالة مالت قسمنا نحن اللي فوق هذا نفس اطلالة رويال سويت السبا فاونتن سويت اطلالته نفس الاطلالة للسويتات اللي التانيات هاللي تحت بعد شيء سويت بعد مغيل لكن هاك اظني بو حجرة وهذا بو حجرتين وهذا بو ثلاث وثلاث نحن فيه لكن اللي ميز بو ثلاث ترى دورين خبرناكم عن البارحة وترطيف الرمسة لادمي عيز منها لادمي ما يعيد المعلومات مية ودي شوف انت عال منه اللي يرمس حد كثري في الدنيا والله يرطف الرمسات يا ربي. خلصنا من الغرفة هاي وبلكونة العود والجاكوزي اللي تحيدونه خاري وردينا على مثل أثرنا في الصالة هاي اللي تحيدونها وهذا القسم الآخر اللي هي الغرفة الثانية الغرفة مكتبها أوفيس هذا المكتب للي بيي وهاي تفيزيرته يطالع أعماله ويخلص أشغاله وهو مشاهد أبوي برج خليفة ما يبي يصير لا يمين ولا يسار يجلس أبوي على هالمكتب المميز اللي من لذر كروكودايل كروكودايل لذر ما يبالي كلام هاي أبوك لو ما عندك أفكار جهنمية بتيك الأفكار الجهنمية من تتسمت أبوي على الكروكودايل ديسك تيبل يحل. وهذا الله يحفظكم القسم اللي فيه الغرفة الثانية وهاي الغرفة الثانية بعد شرحت أخذتها برود برياحها ورودها ودنياها وستايرها وعلمها وخبرها وحجمها بعد الهيوج ها طحلو وهاي شيء طبيعي غرفة الخزانة اللي من غير وهذا حمامها الله يعزمه يكرم السامعين رخامة وعلمه وخبره وهذا رين شاور وهذا وين مال كاكاو والبيبي يلا بس عاد عليكم شوف الله عليك يا سلام ما زيني والله اني نمونه كل شيء عندهم غير كل بيس يختلف عن تها هاي تحفة حين ما يش ليش لو في مكان آخر بتلقطونها خرخشان بابوه لك الطايف هذه ها والله يبقى تقطع الليوف تحفة كل شيء عندهم مميز ما شاء الله عليهم شل أسبوعك نحن وين سايرين نحن سايرين على الكلاب لونش في أي دور نحن أصلا؟ في الدور السابع زين يخدم غرف الكلاب رومز والأجنحة نعم يتضمن الكلاب لونش اللي هو الإفطار الغداء العشاء الأفترنون تي الهابي أورز وكمان سيارة من وإلى المطار كله من سعر الباكج مرة واحدة يخدم الأجنحة بعد؟ يخدم الأجنحة كمان كمان إذا عندك ميتينج رومز كمان عندنا ميتينج رومز حنروي لك إياها الآن كمان من ضمن سعر الغرفة أو سعر الجناح نعم الكلاب روم اللي هن تابعات وتابعين الكلاب لانش فيهن ميزة الكلاب روم الكلاب لانش إن اللانش بدأ أصلاً يفتح 24 ساعة ومستحيل تلقط أي كلاب لانش يفتح 24 ساعة عادة من الصبح لين الضحى وبعدين من العصر لين المغرب وبعدين من الساعة 8 لين الساعة 11 وبس ها في كل الدنيا العودة يا غير في فندق العنوان أدرس داون تاون يميز الفندق هذا الله يحفظكم إنه مفتوح 24 ساعة وفي خدمة توصيل
السيارة من وإلى المطار تقدر مثلا إذا جيت أنت وحجزت في من عن طريق جست عن طريق ل 24 hours يعني خدمة ال 24 ساعة مش الخدمة أنك أنت تدخل الساعة 12 تظهر نهار ثاني الساعة 12 لا خدمة ال 24 ساعة إقامة في الفندق يعني أتي سوي قبل ما تسوي تشيكن مثلا تروم تي وتجلس هني أو أنك طافت ال 24 ساعة تروم أتي وتتريا هني في اللونش لأنه مفتوح 24 ساعة ساعة سيارك بتطير بعد ساعتين أو ثلاث ساعات أو خمس ساعات تروم أتي وتتفيزر لي أنت وهلك ويا فريجك لين أي موعد طيارك وتشلك سيارة برسم الخدمة من الفندق فندق العنوان فندق أدرس داون تاون إلى المطار برسم الخدمة سمعا وطاعة هذا كله خدمة مميزة من هالمكان المميز اللي هو أدرس داون تاون وعلى ما تشوفون تحالة أنك أنت تلقط العناية الفائقة في أي مكان في الدنيا العودة كثر هالمكان اللي أنت بتشوفه أو بتجلس فيه مكان مميز هدوء مميز نوعية الأشياء اللي عندهم كلها مميزة يعني كل من الشيء الزين الطيب الشيء الفنان الفاخر زين غالي ثمن من استوت الدنيا بحياتك انت مستحيل تلقط شيء زين الا هو سعره يكون وايد غالي فندق العنوان ادرس داون تاون اسعارهم معقولة اسعارهم معقولة مش غالي وايد غالي لكن مش وايد اللي هو ما شيء يغلى عنه شيء يغلى عنه بآلاف المرات لكن هذا سعر المعقول إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع السلام عليكم excuse me hello لو سمحت كيف الحال شو اسمك أنت أستاذ علاء أنا باسم علاء اليوم رح وين ما أصير كلم علاء أستاذ علاء شو فيك تعطينا من عندك عاوزين كل حاجة في كل حاجة على سيوان يا ريت نبغي بخلي طعم من هذا شكله يهلع اللي ما يتهلع عطنا من هذا أوكي. من هذا وها وكيكة واحدة من هذه بنسوي شيرنج نحن شو رايك وتعال شيء وايد بعد انكم هناك ما شفناها كله نفس هذا ولا غير لا ده ميني ساندويتش وفي هنا الكيك وفينا الكيك الا 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 شيء وايد وهذا تحت شو؟ لا تحت ده زي الريشن كده بس دي تصحب في الميني ساندويتش يبقى هنا برضو في ايام مختلفة صدقي يعني ها مش حقيقي يعني اه حقيقي طبعا والله لو لمستها بتحس ان هي وهذا كريم بورلي طيب وين عطنا واحدة من هذا حق ابو ابراهيم حاشا لنا من الصبح يبقى كريم بورلي وهذا كرت سلط ده اللي هو الكرت كيك كرت سلط كرت كيك زي برايي احد لو حد غيري بيمسحها بيخطب بيسجل من جديد برايي بخليها برايي ما عندي مشكله شكرا لا يا حبيبي شكرا يا استاذ علاء شكرا بارك الله فيك اسمك علاء صح؟ اه علاء شكرا يا علاء هذا كله ميني ساندويتشز انزين لكن اقدر حاجه هنا عندكم اللي هو كريم بورلي حاليا في الافترنون تي اوكي هذا شو شكله غريب هذا عباره عن ايه؟ ده كارت تمام ولحم واللي ملفوف في ايه؟ ده في طماطم برضه موجوده جوه وملفوف في اللي هو زي العجينه السوشي كده بالظبط زين اوكي اديني واحده من دول هجيبها شكرا بعد عطى شو اسمه ابو ابراهيم بعد وحده حق ابو ابراهيم بيزعل ابو ابراهيم من هال بعد وحده هي وحده حقه بيعورني بطني الله يعافيك السلام عليكم السلام عليكم ما علي انت من وحينا سعيد الحوزني والله مرحبا ابو عسكر سعيد ضارين تسكنون هنا نعم زين الحين اليوم مثلا وين سكنت في اي دور دور التاسع زين شو رايك والله الحمد لله سعر زين نعم زين انت اخذت ستاندر روم الغرفه العاديه لا كلاب كلاب زين الاكل والشرب والمواصلات وشو اللي عطوه شو الفري الفري غير الفطور والغداء والعشاء كل فري انكلودنج ويا الغرفه يعني موافق شو نعم زين الله يسعدكم ان شاء الله جميع. شكرا جميع. ما قصر الله يعطيك
طريقة الحجز الأونلاين ولا عن طريق الويب سايت مال الفندق اللي هو. فطريقة الحجز الله يحفظكم شيء لادمي اللي يبي حجز يحجز مثلاً مثال الجماعة اللي تنويه هتم هاي حاجزين طريق خدمة الكلاب روم. الكلاب روم اللي هي تشملهم خدمة ال 24 hours يعني مش تسوي تشيكن من بعد الساعة 12 وتظهر بكرة الساعة 12 لا. الكلاب روم خدمة الحجز مالهم روحها مميزة. تروم تايلس 24 ساعة 24 ساعة بالضبط جاي الساعة 7 المغرب تروم تظهر نهار ثاني الساعة 7 المغرب. هب جاي الساعة 7 المغرب يقولك باكر الساعة 12 قم سر وين جيت. لا هاي الخدمة مميزة. ويوم الواحد بيكون حجزة في الكلاب روم يقدر يحصل خدمات وايدة من ضمنها. تفضل استاذي. خدمة الافطار معك خدمة الغداء الافترنون تي وكمان العشاء والهابي اورز وفي خدمة مميزة اللي هي سيارة من وإلى المطار. نعم الفندق وإلى المطار مرتبها من ضمن الحجز. انزين على فكرة والكلاب اريا الكلاب لانش مفتوح 24 ساعة. صحيح. الأكل والشرب واللي تبا هبات الريح كل ابوي موجود وبلاش لو بتاكل ابوي لين تنقع بلاش بلاش. شكرا يا وليد. على فكرة الكريم بورليه من اجود شيء بحياتي طعمته عند الناس كلها هو هذا كريم بورليه مالهم. شكرا جزيلا. اللي بيك وبيقول لك شو احسن شيء فنان عندكم قول له كريم بولي في منتهى الروعة. شكرا وليد. شكرا مع السلامة. كانت زيارة مميزة لكلاب لانش مالهم وكان كلاب لانش صدق يعني مميز بمعنى الكلمة. والحين الله يحفظكم نحن جايين نادي الأطفال مرة هذا الكلاب لانش وهذا أبوي نادي الأطفال. نادي الأطفال مميز بعد عندهم في فندق أدرس داونتاون مميز النادي هذا مع الأطفال. السلام عليكم. Good morning or good afternoon now. Good afternoon. هي والله صدقك. ليش نسوي هذا؟ This is for babies. Yes. يا سلام. كل حق الأطفال. You are a babysitter. I'm a kids club coordinator. MashaAllah. Different between you and the babysitters? No, it's different. Different. Yes. We are the one who's facilitating the activity for the children in the hotel. It's more than babysitter. Yes. اي والله اللي بويا بعيالها وحاشرينها وهذا تجيبهم ها تودرهم بويا هنا. العوب وما ادري شو كلكتورية يعني كل شيء فنان وغاوي يروح فنانة. هي والله هاي شاب حد أعرفه والله استغفر الله العظيم شاب حد أعرفه. Thank you very much madam. What's your good name? Michelle. Michelle? Yes. Michelle man نام man name? No, the spell is different. But the same. It's Michelle. Michelle. Yes. Michelle بطرس غالي. Thank you. Thank you. Have a nice evening. Thank you. مأمون احنا اي دور رايحين؟ دور 30. ليش؟ عشان نشوف الشقق. الشقق؟ الهوتيل ابارتمنت. اي. تو بيدروم ابارتمنت. احنا الشقة اللي بنشوفها تو بيدروم ابارتمنت. نعم. خدمة فندقية. نعم. صح؟ تفضل. تفضل. نحن في الدور 30. هذا المسؤول عن تأجير هنا الفندق ولا شو؟ نعم. يأجر هنا الفندق نفسه. الفندق نفسه هو المسؤول يأجرها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حاليا في الدور الثالث. اول شيء نبغى وايد نشوف الفيو لو سمحت ممكن. هذا الفيو عاد من الدور 30. كم دور الحين فوق هو؟ 63. يا ربي زين اقول لك نقدر نحن بعد هذا ما عندنا ما نشوف الشقه نروح الدور 63.
في عندك موعد على الدور 63 متى؟ يكون على الساعة 10:30 و10 ما نقدر نسوي المغرب؟ شو رايك؟ إذا نقدر نسوي المغرب يكون وايد خيار. زين نقدر نغيره إلى المغرب؟ المغرب أوكي. بليز ليش؟ نحن بنسير لمير خلاص في الليل. طيب. زين زين. يا ربي. شوفونا أنتوا لنا شو؟ شو؟ شو بالله عليكم هالمنظر؟ نحن الحين في الدور 30 في الشقق المفروشة اللي تابعة حق فندق أدرس داون تاون. شوف المنظر ما شاء الله. شوف انتو ترى النافورة مكبرها. انا اول مرة اشوف المكان هذا. يا ربي ترى بلاد من كبر هالبقعة. شوف النافورة ترى لين وين. المنطقة هذه كلها اعمار هي اللي طورتها. ها كله تطوير اعمار هاللي تشوفونه. كل هذا تطوير اعمار. برج خليفة. هاي دار الاوبرا. هاي دار الاوبرا. ايوه. اوكي. برج بارك. شوف المكان الاخضر. اي. يسوي فيه حفلات وجميعات. برج بارك. وعلى فكره المبنى هذا اللي تشوفونه اللي قلنا لكم عنه ادرس سكاي فيو. هذا قريب الحين في التشطيبات النهائيه. التشطيبات النهائيه. سولد اوت على فكره يعني ماشي اللي يدور بكاشية ما بيحصل يعني ينسى الواحد يدور يعني ينسى والله العظيم سبحان الله اول مره لا بنسير قبل ما تغطي الشمس هالدور اللي فوق نقدر نقدر نسير الحين بنسير خلاف نقدر نسير الحين ليش تأجرون الإخلاف نشوف على عين النهار هي نعم الحين بنرويكم طالة أعماركم الشقق الفندقية المفروشة اللي في أدرس داون تاون عبارة عن غرفتين نوم هاي الصالة الحين وراويتكم إياها وهذا المطبخ مطبخ كامل مطبخ كامل بعيان وجدورة وغسالات وعلم وخبرة وقلاصات ومياه وخدمة الفندقية كل شيء موجود بعيانهم وجدورهم كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء هذه الغرفة الأولى هذا القسم الأولاني هاي غرفة شقق الفندقية نفس الإطلالة على ما تشوفون وهذا حمامنا نفس الطريقة اللي هو شاوري وبانيو والبرودكت والمنتوجات اللي في كل الأماكن الفندق شامبوات ما نفس النوعية ما في شيء يعني مكان رخيص مكان غالي مكان زين مكان عادي مكان الستاندر واحد ترى قلنا لكم الدقة في الإتقان وإنجاز كل شيء عندهم كل شيء له ترتيب حرفنة في ظهر من الغرفة هاي الأولية أول غرفة جيت أبي أحفظكم الحمام هذا مال الضيوف هذا حمام الضيوف صايروني على ما تشوفون ها متابع الضيوف وهاي حينه الماستر روم الغرفة الرئيسية هاي الغرفة الرئيسية في كنت يا فندق أدرس داون تاون شقق المفروشة في الدور 30 شبرية بره هاي بوقت التنفار هاي مبنى نفرين كبرها وهي غرفة الملابس كبتات الطرفين وهي الحمام مقاس الهنتين سامان لحق الحمام نفس اللي في كل مكان والمسبح على ما تشوفونها كل زين وكل فنان وكل قاوي والله هذا الزين يحافظ عليه وحب الله عليك بتودين لين دور 61 وبعدين 63 والله بعد شيء لفت غير عن هذا ايه ما أقول عنك شيء من اللفت هذا ودخلنا بعد لفت بعد من غير يلا يلا تفضل Thank you Good afternoon How are you Welcome We are a guest for your place We are coming the first time here
Welcome, welcome. We need you to let us know about everything here. Okay. Thank you. We're on the 63rd floor. This is Neos. By far the best views in Dubai, I think. See for yourself. Okay. We're a cocktail lounge with some food as well. Something for everybody, I'd say. شو نحوي شوي باجي بنوصل قمة البرس خليفة. شو الدنيا الأوادم تحراهم در تحت يا ربي. دور 63 أدرس داون تاون دور 63 أعلى عن البرج اللي في نيويورك هاك اليوم اللي سرنا وصورنا فيه. نسيت ولا يسمونه والله حتى نسيته. نفس الاطلاله ونفس الشيء. كان هذا عاده تشوف شيء جميل ويتشاهد. هناك كانت الدنيا مغبره والحلال الله لك. يعني شوف شوف الالوان اللي تحت، شوف المناظر، شوف الاشياء اللي تفرح وتسر الخاطر. يا ربي في منتهى الروعة. أحسن وقت وأنسب وقت له أعطاني المساء، ما حد يجي على عين النهار. يا ربي لك هاو شورت أيام يا ربي. متى بصير بدنين؟ يجو. خلاص يجو باك. Thank you very much. You go, what's the, at what time the rush hour? It's from 5, actually. Uh-huh. We start having guests for the sunset. It's mm-hmm. beautiful from here. Uh-huh. We also have the happy hour, so people do come and enjoy drinks with uh-huh. the sunset. And then I'd say from 11 onwards, it's also quite busy uh-huh. until 3 in the morning. Until 3 in the morning. What could they have here? Drink and food? There is food yes, here? Yes, there is something for everybody. So you can have a platter of kebab. You can have a chicken shawarma or you can have some sushi as well. Wallah! Yeah. Good. MashaAllah alaykum. Thank you very much. You're welcome. Thank you. We are coming or not? Oh, okay. Well, I was waiting for you for sure. Okay, but you was waiting for us to come in the afternoon. Yeah, a bit later. Not. But we come very early. This was unexpected. Hey. But I was ready for you. Thank you very much. You're welcome. Ya Rabbi Yadbi. Ya Rabbi Yadbi. Ya Rabbi Yadbi. MashaAllah alaik bilkhir. Ya bilkhir ma kadabt yom qilt abu ya smich wallah shay. Ya al-ghali ya Yadbi smich wallah shay. Ya Rabbi. هذا أدرس فونتين فيو. أها. هذا تابع لشركة إعمار. كل إعمار. كل الدنيا إعمار. فونتين فيو. بوليفارد بوينت. هي هذا. بوليفارد بوينت. هذا بيكون متصل مع المول كمان. بعد. شوف هاي. هي هي هي. شو هاي كلهن أبوي أدرس هاي. إيه. نعم. عدة سامي هنا سمحت أول واحد. هذا أدرس. لا هذا. بوليفارد بوينت. ها بوليفارد بوينت. نعم. زين. واللي عداله. اليسار اول واحد هذا الثلاث المباني هذه واحد ادرس اثنين ثلاثة هذا ادرس فونتين فيو ادرس فونتين اثنين ثلاثة اها بعدين يجي بوليفارد بوينت ها بوليفارد بوينت هذا روحه ها كلهم فنادق كلهم فنادق وشقق سكنية الله وهذا يربط بينهن وبين دبي مول دبي مول نعم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شوفوا التخطيط شوفوا التخطيط شوفوا التخطيط يا سلام سلم اللهم لك الحمد يا رب العالمين يا الله يا رب تحفظها من داء شو يا ابوكم ليتكم الا تشوفون اللي انا اشوفه انت عباره انتم كانكم ييتوا كانكم انتم وياي الحين تعصبوا لكم بالشارد وارده كل صغيره وكبيره اظني هاي زعبيل اتوقع هي لا والله زعبيل أعتقد أظني وين المسيل هناك هاك المسيل هناك وين أظني بيت قم بالحب أظني وين بيت قم بالحب هناك وين يناهم هاك اليوم فشيبتهم يا له الجنة هناك أظني كان راسم بداير كم وقت ياخذ كم دقيقة من الدور اللي نحن فيه دور 63 أيوه لين تحت من
نغير المصعد من 61 زين من 61 للأرض كم ياخذ تقريبا 48 ثانية والله لا اله الا الله ايه بنزلك اقل ها بنزلك باقل من 48 دقيقة يا رب نحسبها نحن حسبوا يا من حضر حسبوا هاي السناب هو متى دقيقة نحب نشوف نحن الحين هذا لين الحين 10 ثواني خلصنا طنكب ها ابو ابراهيم شو ظنك؟ راح نوصل محمد يعني اقل عن دقيقة معقولة؟ اكيد لازم اقل عن دقيقة ليش؟ عين ابو ها في حل ما حد وقفنا والله يا مأمون الله العالم كلام أنا شاك في المعلومة لين الحين 17 6 لا بعدنا 13 شهدوا يوم الحضر شهدوا يوم الحضر أيوة ما شاء خليل نحن معزومين نحب نسير أفترنون تي في عندهم جاردن يسموها الحديقة السرية محمد شديدته لا والله يلا الحين بنسير لها أول مرة أنا بعد ترى ما جديدة أصلا ما أدلها وين يا ريال بس عليك من هالتصوير عم ودر حينه الدنيا بعد أف 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 يا خوز الله العظيم إبراهيم ما يندرع بك أنت الله إنه مشكلة هذا إبراهيم الأفتر نون تي نقدر ناخده داخل اللوبي صح؟ داخل ونقدر ناخده في المكان اللي برا صح؟ سيكريت جاردنز هاي سيكريت جاردن نعم سيكريت جاردن ونقدر ناخده داخل صح؟ نعم وانت تفضل الحين وين تودينا؟ تفضل شكرا المكان هذا بقى فيه شيش في شيء يش للي شيشون هذا كله للي شيشون واللي ما يشيشون الطرف هذاك ثانك يو فقير مبوجر بسوقنا ريال هذا اختاروا دفتنون اختاروا لنا المكان ما بصوت لا تحاتيب لا اختاروا لنا هالمكان يلا شباب تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم زين ابراهيم شوف الله عليك هالمكان الفنان المميز غير نمونة Afternoon tea menu. It's served on the three tier stand. French pastries, three types of scones served with Cornish clotted cream, and mini sandwiches. The afternoon tea is served with coffee or tea. Here you can find our loose teas. You can especially try our signature Edward's Row blend, which is a green tea with flowers only to be found in our hotel. احنا طلبنا بوي بثلاثتنا 3 وايت جاسمين تي ثانك يو ثلاثتنا حباب ما طلبت انا قال هذا هو يبه محمد قال يبه ابو ابراهيم نفس الشيء ليش يعني انا 4 من 3 4 ايوه انت قلت 3 4 انت كلكم محمد ما تطلب الا الزين اي شكرا إبراهيم الدورة 60 ركبنا 63 والله يا أبوك شيء غير نمونة المشكلة أنك وعيت من الصبح ولا كان صرت أقعد ورا تعبان من طريق أيوه وتعويهكم يفهم من كثر الرقاد لا لا مش قلة الرقاد أقولك بنسير إن شاء الله اليوم بنتمشى في الأمير في جميرة بنتمشى وبنمسي هناك وبنتعشى هناك وإن شاء الله أنه بنضوي وبنرقد وبنواصل بكرة بنتريق وعندنا مشوار وايد ضروري الساعة 1 الظهر بكرة بنسوي تشيك اوت الساعة 12:30 لأن الساعة 1 عندنا اجتماع في مكان مميز وجميل وفنان ومن أخير الأماكن في جنتية دبي اليوم مرحبا بالمعرس تعال عد عدالي حق تظهر كيف حالك؟ كيف أنت؟ من هالوين أبويا؟ إمارات دبي من دبي ما شاء الله ما زيك اي صف شاشاله واسمك شو محمد مروان البيات والله والنعم وين ساكنين محمد مواليد ايوه
بيتكم زمان، انت مولود هنا في الخوانيج؟ ايه مولود في الخوانيج، والله والنعم. شو هواياتك؟ شو تحب؟ شو ما تحب؟ كره. زين، شديت الفندق هذا قبل ولا اول مره؟ جيتني اسكندريه. شو رايك؟ حلو. كأنك تحلم صح؟ ايه. زين اقول لك، هذا منو؟ هذا اللي كان يصورنا؟ شو اسمه؟ والله بالنعم. عليكم السلام حبيبي. شاكمة. يلا. زين يلا تعال. بس صور انت وياي لو انا صور وياك. كيفك؟ انت شو تبى؟ وياك ان شاء الله. تظهر عندي في السناب؟ احلى انت لانك احلى. زين يلا عاد ارفع لي هذا الكاب. ارفعك. ايوه خلي يشوفون هالراس الجميل الفنان. لا حجبوية. خلاف من تكبر بيحط الراس. بتلبس الكاب غصب زور. اي صف حبيبي؟ صف تاسع. ما شاء الله ما شاء الله. مبسوط في الفندق؟ اي مبسوط. وايد يعيبك ولا عادي؟ وايد عيب. من اجمل الفنادق. بس كان في بعد. والله؟ متى؟ من شهرين. اي دور؟ دور مالتك. حبيبي. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. اوكي حبيبي، شايف الخاطر؟ لا مشكلة. سلم على اهلك حبيبي. ان شاء الله يحفظك. So this is a very rare white tea, white night jasmine. It's very smooth and it's good for any time of day. Thank you very much. You didn't say to me what's your name. My name is Helen. Helen? Yes. Allah. Helen. Nice to meet you. يلا يا ابتسامة بكثرها يا رفيق. يا الابتسام يا الابتسام من الله. ما اقول عنك شيء. For the sandwiches we have the roast beef, egg mayo salad, smoked salmon and cream cheese, there's a chicken and pasta, cucumber and cream cheese. What about this we one? We serve three types of scones, a plain, one with raisins and the last one is with dates. Traditionally served with cornish clotted cream and strawberry preserve. And on top we have the French pastries. Please enjoy. Thank you. هلا أفترنوتي مالنا. هذا أربع أشخاص. جلسة جميلة فنانة. يبوا لك كل شيء وأنت ميلس. قهوة تعيننا الله خير. توكل على الله. تدربنا ابوي بنسير الحين. بنسير ابوي ابراهيم. شو اسمه كان بنسير له؟ ما اعرف. دمير. بس وين في دميره؟ شو اسمه؟ لامير. لامير. بنسير لامير عاد شو بنتمشى وبنتعشى هناك ان شاء الله. شو وين بنتعشى ما ندري. كان حد عنده خلفية عن مكان فنان ما بلازم مال هاي مال خقه ما ادري شو بعد اخق على المكان اللي الحين فيه ما شيء لا نبى مكان فنان يكون فيه اكل غاوي خفيف ما بمال قرقعه وصدع وديانة زين الحد عنده مقترح يخبرنا توفى يا ابراهيم اخر مره اسالك وين بنسير احنا توقعت انك حافظ الاسم لامير انا ما اعرف محمد لامير ما تعرف لا انت ما قلت لي قلت في الجميره بس وين ما اعرف زين قول لامير لامير يا الله وصلنا لامير وحين ابو سايرين ندور حل بالفالي الباركينج وابراهيم ابويا ما ادري بفله ما ادري بشو بصاخ من ظهرنا اللي وصلنا ليش يا ابراهيم بالعكس من الصبح نسولف ابو محمد كلنا نرمس الا انت لا ارمس شو قلت انا مندمج بعدين في الدرب على سبتك انت أنا. ما تتجمعنا ولا شيء هي لازم شوي ما بتتجمع انت ما تجمع تخطوط البواطن والحيور الحين بتتقمح ما تقمح ما قمح حق خطوطه ظنتي وعبري الحين بتتقمح لا وين يا مسير هناك كل عزايم ربع انزين هي وهالخطوط ما شاء الله تبارك الرحمن الله يسلم الله يريد تعال يا ابراهيم يا الله تعال يا هنيبة شوف شوف الله عليكم الباركينج اللي لقطنا باركينج ما دافعين فلوس ما لو دافعين مليون ما لقطنا هالموقف اي والله اي والله
لقطنا موقف مرة موالم ورقم واحد ولا حد ربنا ولا شيات ولا حد يزعجنا ولا احتدينا ندفع حق مال بالي باركينج. تكينا يا ابوكم من قم وأدوا بيزات. ترى ما يته لمير من أول ما فتحوه إلا مرة واحدة. أول ما فتح لمير يته مرة واحدة. واليوم هاي ثاني مرة. أول مرة أشوف هالأشياء. ترى بلاد استوى. الشارع استوى طوله طول عرض عرض. طر لبلاد طر. ما شاء الله مكان جميل. والله ما تقول أنت يعني ما أدري. تحس عمرك كأنك في مدينة اليونان القديمة. وانت تتمشى في نص الامير شيء جميل يعني سبحان الله. يا الله يا رب يجزيه الجنة اللي سوى هالمشروع واللي خطط واللي رتب واللي سوى هالشيء الجميل. يا ربي شيء جميل جميل جميل. اللهم لك الحمد. متاهات يميع الخناخيش والسكك يعني تحس انك جالس في مكان ما أدري شيء لا يوصف. شيء اللي أنا أشوفه شيء لا يوصف. لو حد قايل لي ما صدقت. كم بطالة ثم في الحسين ولا في السيدة ولا أبوي ولا في الزمالك. أنت أبوي في الأمير. يا ربي شوف والله يا أبوكم شيء مهول يعجز اللسان عن الوصف. ابراهيم شو رايك بالله عليك؟ اوه المكان؟ اي والله فانتاستيك يعني غير نمونه والله بحياتي ما تتفكر فيه. انا اول مره ترى اجي هذا. انا جيت تدري متى؟ جيت ابراهيم قبل اول ما فتح باسبوع. اي ما شاء الله. اي والله اول ما فتح اول اسبوع. يا ربي العالم كان عائلي درجة أولى. أنا حينها اسمي خالد أحمد عبد الله الخالدي. نعم زين. أنتوا شو أساميكم حين؟ خليفة ولد محمد راشد الحامدي. والله والنعم هالرجال وياه. والله مليون والنعم. وين ساكنكم أنتوا؟ أنا من أبو ظبي. أدريبكم أبو ظبي وين؟ المحارب. في ريج المحارب وأنت؟ لا كنا المحارب. كلنا. إيران؟ نعم. إيرابين ضربة أنتوا؟ إيرابين. ما شاء الله عليكم. زين حين. صوروا وياي لو انا اصور وياكم. احنا بنصور وياكم. انت صور وياكم. زين الحين صورتكم رايني انزل لي صورتكم. مره نعم. زين يا شعلي. اقول لك ابي حد يقول لك امتن لو شيات تتحمل. لا ما عليك. اي ما شاء الله عودك فنان وهاوي وما شيخ يا رعنا. هاي يوم يقول لك شيء وصف. السم في الغيلان والشحم في الثيران. الثيران ها؟ اي لا يقولون وصف يعني هذا. الشباب هاي ترى طلبة يدرسون في أمريكا. زادي بوي ما أشوف الملح حياتكم. ما في إلا الملح. كملكم أنتم في أمريكا سنتين الحين. أنتم ربيعك؟ لا ربيعي بيلحقني الحين إن شاء الله. شو تدر في أي ولاية؟ أدرس في كولورادو. شو تخصص؟ تخطيط مالي. تخطيط المالي ايش قاعد بعد؟ هذا بعد جديد. هذا ابو محمد يا ابو كتب كبرك جديد. انا جديد انا ابو محمد. يلا الله يحفظك حبيبي. يلا مع الشباب مع السلامه. الله يحفظك جماعه. لا نعرف ملاحظ ولا دغرنا شيء. سلمنا وصورنا ظهر جالس هذا يراوي هذا فيديو خطفنا عليه بالصدفه. شو ردت فعل يوم شافني؟ لا هب الحين في الفيديو علق قال في دمك ما قال شيء. ترى كلمت الله عطر غاوي. قلنا كنت العطر غاوي يوم كنت بكبر غاوي. الله يحفظكم. شكرا شكرا طال عماركم. ودرنا قوم ابراهيم. قوم ابراهيم ودرناهم دقيقه برد لهم. وين سايرين نحن؟ سايرين ذاك الكوم يد الشيخ. ليش؟ لما نصور هناك. زين ابوي الرجال ويا اهله فلدارك. ابوي قال لي ابو محمد تعال هناك اللحد بنسلم عليهم وبتصور وياي هناك. قلنا له ان شاء الله غير بدل خلني اصور وياك. قال لا تعال هناك مدام الاهل يبون يشوفونك وبتسلم عليهم بتسلم عليك. وقلنا له ان شاء الله. وهي والله الحين انت من وين؟ ما عرفت. انا احمد بن مرزوق. طال عمرك. والله من هالوين؟ من هالعين. انا والله هذا الزين. يا مرحبا بك يا ابو شهاب. دومتون لمين؟ ايه دوم نتحوط اهلي. دومه؟ ايه مبسوطين؟ ايه مبسوطين. شفت الجو ما زينه؟ ايه بس زينه والله. والله انت تزين. الله يسلمك. قريب شويه تخف ان شاء الله.
شد خفيت انت الحين ولا انت الحين؟ خفيت انا والله. كم كنت؟ الحمد لله. زين ما يبغى احد يدري، ما يدري ترى ممنوع هذا ابوي جماعه من هالعين ابوي ما يبون حد يصورهم. لا لا جيناهم وسلمنا عليهم. الله يخليك. نعم منطقه مشكورين مشكورين يعني الله يحفظكم ويخليك. لا لا حفدي عليه انه يخف هذا وليدك. لا بخف اخر عنقود هذا ابو محمد اخلع عنقود هاي كبر ابو مهره ابويا. الله الله في هالعيال وسلموا على الاوليين والتاليين. مشكوري قناتي الله يطيب ترمس اول باحين اول بادي. السلام عليك. السلام عليكم. انت حياضك بالجداك وتصير منك عباكلك. لا والله انا ابوه كيف انت؟ ما فات الزوني عليه اقول لك. والله مليون مرحبا. مرحبا من هالعين. ها من هالعين انت؟ والله انت كلك نظر. عراني العين. نعم الله يحفظك يبارك فيك. وانت ابوي تعال. مرحبا الساعي يا ابو محمد. هلا هلا. خالد بن خاتم من الفجيره. والله ونعم هلا الفجيره. الله ينعم بحالك. نحن متشرفين بمعرفتك وشوفتك. الله يحفظك يبارك فيك. الله يحفظك. ما يبانا مروان قايد وياك. والله ونعم. قايد انت من هالراس الخيمه؟ لا لا دبي. لكن شيء قايد في راس الخيمه. عرفوني انا راس الخيمه. اي لكن اكثر القايد اغلبيته من راس الخيمه. نعم وياك شوكه. ما بالك. اي هي مشوكه نعم. اسحاق الله يحفظك. والله بنعم طالعك. حد حد قال لك انه وجهك جميل ما شاء الله عليه؟ لا ما حد قال الا انت اول واحد. تبارك الرحمن وجهك جميل. يسعد حظها اللي بتاخذ. نعم يسعد حظها. الحمد لله خليتكم. كيف الخاطر؟ والله الله يسلمك. بناخذ وياك صوره قبل. زين شعلي انا مستعيب من ابراهيم. ها شوف ابراهيم ما بود يزوني عليه. تعال ياي تعال تعال لوادم يبون يسلمون عليك. هني قادر. ها اوادم هني. ها ابويا اوادم يبغى يسلموا عليك. سلمت عليهم والله. زين اي ها بس اشغل اكلت الجو اشوفك. ربيع ربعي طلع. ربيع ربعي ربعك جان قرب الاذان. الله اكبر. شوف الله عليكم تلوموني. ها شوف كل الجو كل الجو ما خلص. بس ابوي بس والله مشكله. يا ريال يا ريال فتشوا رخصوه رخصوه. براين زين الله يحفظكم. يلا يلا مع السلامة. قربوا تعشون عندنا. الله يحفظكم. مشكورين. برخ ودعك حمود عبود. الحين تو اثنين اخوان وكلكم توأب. ما شاء الله اثنين اخوان اخوان توأب وكلكم دكاتره. الحمد لله الحمد لله. اقول يسعد حظي انا اليوم. يا سعد حظي اثنين اخوان دكاتره. الله يحفظكم. وين بقعكم شي بلادكم انتم؟ والله نحن من الشارجه. الشارجه هي نحن من الشارجه. لكن دوام انا دوامي في العين في توام. وهذا الحبيب وانا في دبي. فمفروض كلكم والله في نفس العياده. لا لا خلينا نتوزع احسن. اي نعم الله يحفظكم ان شاء الله. طول عمرك يا ابو محمد. عمرك. وهذا الحبيب هذا ما شاء الله طوله مترين. ما شاء الله. اي والله طيب صاروني عندهم. والله والله العظيم كبير كبير في القام يا ابو محمد. الله يحفظك يبارك. يا مرحبا يا مرحبا الساعه. شوف يا رجال اذكر الله اذكر الله. 98 طوله. ما شاء الله يا رجال ودر العرب الحبيب. احب ده هم يصورون وياك انت تصور وياهم. صورنا صورنا حبيب. مره صورنا ابراهيم يستاهل. زي تشيز انت روحك تصورني لا انا اصورك وتصور لا تجي لي. زين انت ايش اسمك الحين؟ طريقه من الصور. تعرف هذا اللي ورانا منو هذا؟ لو ما اعرف. هذا العود. لا ما اعرف. يا سلام. ضي خضم على الصراحه. ابراهيم توفيق. ونعم. اي من ربعي الخاصين. ونعم ونعم. توفيق فنان رقم واحد. ايش اسمك انت؟ تقريبا من صوري. وانا اسمي خالد الخاتمي. والله ونعم. دون دوم تون الامير؟ لا مو بدون يعني كل سنه مرتين. صدق والله؟ أيوة. انت تدري ان هاي انا ثاني ودي هي. ما شاء الله. اي والله جايين اول ما فتحوا. سبحان الله. من عندها ما جيته. على ريده دخلنا. صدق والله؟ نعم. اول ما فتحوا تجيته؟ نعم توي. اي والله لا لا كان زين يستاهل عنوه ومكان عائلي وفنان. اربيعك لي وياك شو اسمه؟ عبد الله بن طاهر. والله والنعم والنعم ابو حميد يا مرحبا يا مرحبا. مساكم الله بالخير. جيت ابوي هالشباب الفنانين. هذا ابوي اخو هذا هذا يشوفونهم هذا توأم والاثنين الدكاتره. هذا روحي ابوكم فخر. هذا من عندنا احنا
الجينات ما شاء الله سبحان الله اللي انتجت بنين التوأم والدكاتره الجينات مكس والله عليك سبحان الله هذا شيء جميل يعني عجينات ابوكم اللي ابوي يسوي دكاتره من عندنا قصر ما بنزين ان شاء الله جزاه الله خير بني اوزف بنطالع الحرمه وروحه عنده ما شاء الله من 3 مرات بني اوزف الرابعه لا بس الله يحفظه بس يعني الله يحفظه الله يحفظه ان شاء الله والله الشرف ان جاب الله يسلمك طيب الله ولا يخلينا فرصه بس سعيد ان جبناك زين لحظه حبنا حينا وين درستوا شو الفكره هاي انكم انتم اخوان وكلكم دخلتوا الطب انا عندي اخوان اثنين صغار عندي ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك انا بغيت ادش طب الحمد لله يعني عائله كلها ما شاء الله دكاتره هاي هذا فخر العوائل هاي البركه من البلاد الحمد لله الحمد لله الله يطول عمرهم ان شاء الله يطرح البركه في اللي ربوكم ربوكم على الدراسه والثقافه والعلم هذا اهم شيء فلذلك اي والله انتم تسيبونها فخر للدار لانكم انتم ما شاء الله شباب دارسين مثقفين انتم الواحد اللي يعتز فيكم ويفتخر ويتنومس الله يبارك فيكم ومن رباكم ان شاء الله مرحبا بالتوأم الجميلين الفنانين الله يحفظكم السلام عليكم والله مليون وليس دين يا حظي انك شفته يا ابوي يا سعد حظ اني مبرج بها الوي يا مرحبا يا محمد يا موف عليك نفجه يوم عرسك انك انت كل الخسر عليهم انت اول واحد نعزمه والخسر عليهم هم ان شاء الله ان شاء الله الله يعطيك العافيه